قيل للسعادة متى تسكنين القلب؟ فأجابت قائلة: إذا توافرت فيه ثلاث: عدم الحزن على ما فات، وعدم القلق على ما هو آت، والرضا بما قسم رب العباد. مساء الرضا، مساء السعادة، مساء الخير، مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. موضوع حلقتنا النهاردة الانفصال الزوجي وتأثيره على المجتمع. في سؤال للحلقة النهاردة وفاتحين مشاركات للحلقة. السؤال: مع أو أم ضد الاستمرار في الزواج مع وجود الانفصال الزوجي؟ الانفصال الزوجي الأول عايزين نعرفه كده بشكل بسيط للسادة المشاهدين، إن اتنين متجوزين وعايزين مع بعض في بيت واحد بس عندهم انفصال زوجي. عشان ممكن حد يقول انفصال اللي هو الطلاق أو الخلع، لا، ده هم قاعدين في البيت واحد بس عندهم انفصال، يعني كل واحد فيهم قاعد في مكان، ممكن بياكل لوحده ويشرب لوحده، وممكن لا بياكلوا ويشربوا بس مثلا وقت النوم كل واحد في اوضه لوحده. ده الانفصال الزوجي. الانفصال الزوجي بيأثر علينا بالسلب اكيد. يعني لو انا مثلا متجوزه وجوزي في مكان وانا في مكان، فاكيد الاطفال اللي طالعه دي يسالوا ليه، يعني ليه ماما في مكان وهو في مكان تاني. وممكن كان ما يبقاش كده، ممكن يبقى في الفكر، يعني انا بتكلم مثلا يمين وبتكلم شمال او العكس. فالانفصال الزوجي يعني حاجه اتمنى ان هي تتلاشى من البيوت المصريه والعربيه. يا ريت يبقى الحب هو اللي سايد، نبقى قلبنا على قلب بعض. علشان ما ينفعش، ما ينفعش انا ابقى زوجه ومش زوجه، او الراجل زوج ومش زوج. في اسباب كتيره للانفصال الزوجي. ممكن يبقى مثلا الجواز تقليدي، يعني جواز صالونات، والدته قالت له خد بنت خالتك فخدها، قالوا لها خدي ابن عمك فخدته، بس لا عرف هي بتحب ايه ولا بتكره ايه، هي ما عرفتش حاجه. حتى لو كانوا قرايب، مش لازم عشان قريبي يبقى قريب مني في فكري، او قريبي لازم اتجوزه، او ابن صاحب بابا فخلاص لازم يبقى هو جوزي خلاص، لا، لازم يبقى في تفاهم، لازم يبقى في حب، علشان دي عشره عمر زي ما بيقولوا. ما احنا مش كل شويه هنتجوز ونتطلق مع ارتفاع نسبه الطلاق كمان. بس الانفصال الزوجي احنا اتفقنا ان هو ممكن ما يبقاش بالجسد بس، يعني مش كل واحد في اوضه، في الفكر كمان، واتكلمنا على كده دلوقتي. الاطفال بقى معانا مداخله. استاذ جورج، السلام عليكم. السلام عليكم. الموضوع بتاع حضرتك ده انا متابع حضرتك في البرنامج، والموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا طبعا. بتزيد فيه نسب الطلاق وزاد الانفصال، وثلاث ارباع المشاكل بين الزوج والزوجه في البيت بيبقى الناس كلها من اقل تفاهات، هي مش مستحمله وهو مش مستحمل، بيبقوا قاعدين في البيت وممكن الموضوع يتحل، بس كل ده بسبب السوشيال ميديا والفيسبوك. ممكن يبقوا قاعدين في وش بعض، ده ماسك تليفون وده ماسك تليفون. صحيح. ف عايزين نتكلم، يبقى في محبه، يبقى اهتمام شويه بالدين. هو حضرتك سبقتني، انا كنت لسه هكمل الاسباب بتاعه، بس حضرتك سبقتني. يعني في اسباب كتيره قوي ممكن نبص لها، يبقى نقدر نبلع لبعض، يبقى في تسامح، لازم نعدي يعني. مش عشان دي عيشة كتير. احنا مش داخلين خناقة ولا صراع، احنا عايشين مع بعض. ما نقفش لبعض على الكلمة، مش ما كوتليش الهدوم اتخانقنا، ما يعني ما تبقاش على أقل التفاهات بنعمل مشكلة. لا بس هي لازم تاكل هدوم يا أستاذ جورج. والله؟ بس من غير خناق. لازم تاكل هدوم بس من غير خناق. ممكن ممكن. ماشي. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا في الحياة كفاح النهاردة. واستاذ جورج فعلا سبقني في حته السوشيال ميديا، ان دي اكبر
دي اكبر مشكله. ان بيبقى مثلا الزوج قاعد والزوجه قاعده في مكان واحد اهو، بس كل واحد على تليفونه، اللي فاتح بقى انستجرام، فيسبوك، قاعد على الواتساب. يعني السوشيال ميديا فعلا عامل من ضمن عوامل الانفصال الزوجي. أكيد طبعا. شكرا لحضرتك يا استاذ ماشي جورج، ماشي، شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك مع وجودك معانا النهارده في الحياه كفاح. لما قلنا مثلا الانفصال الزوجي، فهم ليه مش متطلقين؟ يعني انا دلوقتي خلاص ما فيش بيني وبينه عشره، خلاص احنا متجوزين قدام الناس، بس هي دي بقى قدام الناس بس. يعني ممكن يبقى هم عايشين مع بعض فعلا عشان خاطر قدام الناس بس، يبقى عايشين مع بعض عشان خاطر ما يقولوش مثلا دي اتطلقت، يبقى هو عايش معاه عشان ما يقولوش ده مطلق، ممكن بسبب شغله مثلا، هو ليه برستيجه ومستوى اجتماعي معين فما ينفعش يطلق مراته. طب انت شايف ان ما ينفعش تطلق مراتك عشان خاطر المستوى الاجتماعي او خاطر الناس، طب ما تستحملها، طب ما تتكلم معاها، طب ما توجهها. الست برضو لو انت عايشه مع جوزك بس عشان خاطر الناس، طب المجهود اللي بتاخديه انت ده علشان تباني ان انت زوجه سعيده او انت زوجه وام مثلا. طيب معانا مداخلة تاني، أستاذة رقية من سوهاج. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا أستاذة زينب، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. والله برنامجك النهاردة الموضوع جميل، وأنا عايزة أقول إن الحياة مبنية على الرحمة، مش الكلام إن كل واحد يبقى في حاله كده، لأ، يبقى الانفصال أسهل. صحيح، ما ينفعش نبقى تحت سقف واحد وكل واحد مع نفسه، ده هيأثر على الأولاد وهيأثر نفسيا بالسلب على الاثنين، على الطرفين. عايزة ما فيش عيشة، يعني هو كده الموضوع، هو تفكك أسري أصلا. يعني إزاي يبقى أنا عايشة مع جوزي وكل واحد في مكان؟ هي سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى الحياة دي لازم تستمر مبنية على الرحمة، على المودة. صحيح، لازم يبقى الطرفين في تسامح ما بينهم، في تفاهم، في ود. مش هينفع الأطفال هم اللي هيبقوا متضررين أساساً، أكتر حاجة وبيأثر عليهم يبقى في الحالة بالسلب. دي. الطفل ده بيطلع أيوة أصلاً غير متزن نفسياً. أيوة، في الحالة دي يبقى الانفصال هو الأفضل، الأفضل للجميع. ده هيتعلم إزاي؟ وبعدين هيروح سوق العمل إزاي؟ يشتغل إزاي؟ يبقى إنسان عمل إزاي؟ وبعدين لما يتجوز هيعامل مراته إزاي؟ وأولاده إزاي؟ دي كارثة. فعلاً فعلاً، في الحالة دي لو هم عايشين بالطريقة دي يبقى الانفصال هو الأفضل للجميع. صحيح، هي يطلعوا منها يعني يعتبر باقل الخسائر، احسن ما يفضلوا هم يعني موجودين الاطفال موجودين مع بعض والدنيا بايظه بينهم. ايوه، والاطفال هتتضرر جامد ومش هينفع خالص يعني. فالصراحه موضوع الحلقه النهارده بتاعك موضوع جميل، وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله من نجاح لنجاح. اللهم وانا سعيده النهارده ان انا سمعت صوت حضرتك والله. واحنا برضو سعداء بحضرتك يا استاذه رقيه ان بمداخلتك دي في الحياه كفاح النهارده، انا بشكرك جدا. شكرا شكرا. استاذه رقيه قالت الموده والرحمه، ده امر الهي، مش حد بيقول لي لا خليكي كويسه مع جوزك، ده ربنا بيقول له، بيقول لي الزوج وبيقول لي الزوجه، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. في الأول سكن، السكن ده اللي بيطلع مثلا يشتري طلبات، حتى لو مش بيشتغل، لو ست بيت مثلا تطلع مثلا تشتري طلبات من السوق أو سوبر ماركت أو راح لحد تشتري لبس، فبتقعد مثلا تلف كتير، فلما بترجع البيت بتحب تاخد نفسها تقول أنا هبلع ريقي دلوقتي بالعامي كده، يا ده أنا تعبت النهاردة. ولو في بتشتغل بتقول نفس الكلمه، ولو برضه الراجل خرج بره بيته بيقول نفس الكلمه لما بيرجع بيته. سكن يعني راحه، يعني امان، يعني انا مش خايفه ان حد يشوفني، انا محجبه بقعد مثلا بشعري، ولو مش محجبه ممكن اقعد مثلا ببيجامه في البيت للراجل والست. يعني سكن، فاحنا بنضيع كل المعاني الجميله دي ونبقى قاعدين في البيت مع بعض
علشان خاطر الناس، عشان خاطر البرستيج، الشكل الاجتماعي. طب ما نقعد مع بعض ونسمح كلام ربنا، المودة والرحمة اللي احنا مأمورين بيها، السكن اللي هو راحتنا، يبقى هو راحتي وانا راحته. ليه؟ انا اتمنى ان بعد الحلقة دي فعلا اللي عنده انفصال زوجي بجد يحاول يكلم مراته، تحاول تكلم جوزها. استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الله يسهل حالك، الله يخليك، نورتنا في الحياة كفاح النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اتفضل حضرتك. والله انا اقول وجهة نظر بس ما حدش يزعل مني. لا احنا مش هنزعل منك. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. اتفضل. هو عامة الموضوع حلو قوي والحلقة مشوقة جدا للناس كلها. ربنا يبارك فيك. لان ده طبعا في الغالب دي مشاكل أسرية لجمهورية مصر العربية بالكامل. والله هو داخل مصر، عشان ما نظلمش مصر، داخل مصر وخارج مصر. ماشي، احنا خلينا في دولتنا، خلينا في مصر. خلينا في مصر، تمام. انا عامه يعني انا شخص متجوز اثنين، انا عندي القديمه ديت النكد كله فيها هي، ده واحد منها، تمام، وهي اللي وصلتني ان انا اتجوز عليها. تمام تمام طب قبل ما تتجوز الثانيه ما حاولتش تكلم الزوجه الاولى؟ قعدت 11 سنه، قعدت 11 سنه اتكلم معاها والغي فيها. يعني مثلا انا بحب اكل الاكله المعينه دي، انا مثلا بحبك تلبسي اللبس ده، انا بحب البرفم ده عليكي، يعني والله يا حضرتك كل ده انا عملته، عملت المستحيل معاها، قعدت 11 سنه اكلمها على اللي انا بحبه واللي انا عاوزه واللي انا محتاجه. لازم نتكلم مع بعض، لازم يا استاذ محمد. ده اللي حصل بالفعل، ده اللي حصل، تمام، لحد ما اجبرتني ان انا غلطت غلطه العمر واتجوزت عليها. فهي مش غلطه، انا معايا الجديده، الانسانه الجديده ان شاء الله، ما شاء الله مريحاني، عندي بقت قصاد عيني. نرجع لمشكله القديمه، مش عايزين اعدل بينهم. تمام. فانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف والله. هو ولا انت عادله يعني؟ شكرا يا استاذ محمد. يعني هو حتى لو استاذ محمد مثلا كان عادل حتى ظاهريا، القلوب ممكن يبقى ميال لواحده عن الثانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب السيده خديجه حتى بعد ما توفت، وكان عنده السيده عائشه حبيبته، فكان ليها افضليه بس في قلبه، لكن الحاجات الظاهرية لا، في عدل. احنا بنقول لمراتك يا استاذ محمد لازم يعني لازم تعدل، عشان ده ربنا اسمه العدل، وربنا حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، لازم العدل. نرجع لموضوعنا تاني، لو استحالت العيشة يبقى في مثلا طلاق، في خلع، لكن ما نستمرش كده واحنا كده. انا بشجعش على الطلاق ولا بشجع على الخلع، بس انا بقول ما نفضلش كده، احنا نحاول مع بعض، لكن لو وصلنا لطريق مسدود ما نفضلش كده، يعني نتغير ونكلم بعض ونحب بعض، ويطلع الولد او البنت في البيت شايف ان ماما وبابا دول حاجه حلوه جدا عشان نفسيته. حتى ازاي الولاد يكملوا كده؟ ازاي يبقى شايف بابا في مكان وماما في مكان تاني خالص؟ هو يتعلم ازاي؟ يروح يشتغل ازاي؟ يتجوز ويخلف ازاي؟ احنا كده بنطلع جيل غير متزن نفسيا، بنطلع جيل معقد نفسيا، بنطلع جيل عنده نقص. الموضوع ده شاغلني جدا، فعشان كده النهارده شايفين مش معايا مثلا ضيوف، عشان انتوا ضيوف النهارده، عايز يبقى مني ليكم، عشان الموضوع انتشر فعلا. الموضوع بقى عامل زي وباء كورونا بالظبط. معانا استاذ محمد، السلام عليكم. صباح الخير. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، هو بصراحه موضوع الانفصال اللي هو او السكوت الزوجي او الانفصال الزوجي اللي بيحدث ما بين الستات والرجاله في البيوت، اه من ده بيبقى له عوامل كتير طبعا. بيبقى العوامل مثلا ممكن العوامل النفسيه، عدم الراحه، يعني مثلا الزوج بيبقى جاي من شغل تعبان وعايز يجي يلاقي البيت راحه وكل حاجه. تمام. يجيش اول ما حد يعني زوجته تقابله تقول له عايزه فلوس، عايزه مش عارف ايه، العيال، يعني تدخله في المشاكل دي. فده بصراحه بيأثر على العلاقه جامد جدا. في الوقت اللي ممكن يلاقي مثلا لو يعرف واحده او حد، بتلاقي بيشوف حاجه تانية، يعني بيشوف جو تاني. فليه الست ما تبقاش ذكيه وتوصل لجوزها الراحه النفسيه، الحب، الود، واخده بال حضرتك؟ يا استاذ محمد، ما حضرتك لو جاي من الشغل وقالت لك مثلا العيال، ما ممكن تبقى خلاص طاقتها ما عندهاش طاقه، طاقتها خلصت. بصي هقول لك على حاجه، بالذات لو عامله مثلا يا استاذ محمد، مثلا لو هي امراه عامله. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. اتفضل حضرتك. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. دلوقتي الراجل بيخرج بيقابل كتير من البشر وكتير من الناس، الزوجه ما بتقابلش الا اولادها مثلا في البيت. معايا حضرتك؟ طب ممكن تبقى امراه عامله. بغض النظر. طب ما اكيد هتقابل، اكيد هيبقى عندها ضغط شغل، اكيد عندها زميلها مضايقها. عندها نفس القصه وتمام، زميلها مضايقها، رئيسها في الشغل عامل لها مشكله. انا بتكلم ان الزوجه يعني تاخد بالها من زوجها كويس جدا. والله انا باخدها معاك، انا بص انا كلامك فوق دماغي، بس انا باخدها من كل النواحي. انا مش عايزه الاقي على الراجل ولا اجي على الست، انا عايزه يبقى فيه توازن. اتفضل. لا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل حضرتك. الزوجه هي زوجه، يعني الزوجه هي زوجه للراجل، والراجل بيحقق لها الامان والاستقرار. يا استاذ محمد، يعني ايه عشان ست او زوجه وام مثلا نحط احنا بقى نحط عليها من فوق؟ لا لا هقول لحضرتك ولا نساعدها دلوقتي؟ لا لا يا فندم. اتفضل. دلوقتي حضرتك ايه اللي بيخلي الزوج يبص بره؟ ايه اللي بيخليه مثلا يتعرف على واحده واثنين؟ معلش، وسائل اسباب كثيره، ممكن تبقى الزوجه لا سبب، وممكن يبقى هو عينه فارغه. معلش انا اسفه يعني للرجاله، يعني ممكن يبص بره ده. تمام. لا خالص خالص، لا ال الواحد لو ليه مثلا في بيته اللي مش بيلاقيه بره، عمره ما هيبص بره. ده حضرتك بقى يعني استاذ محمد، مثلا لو ليه في بيته، لكن ممكن يبقى بيتك ده جنه، انا اسفه مثلا على اي شخص، وبرضه يبص بره. لا هقول لحضرتك انا على حاجه، الراجل يعني ايه، عامل زي الطفل على فكره. صحيح. الست لازم يعني تاخده، الست هي امه واخته وكل حاجه ليه. صحيح. فاهماني؟ فلازم تاخده تدلله بالمعنى الصح. انا بقول ليه كطفل، هو مش طفل كطفل، لا من صفر. لا انت قصدك هو محتاج كلمه كويسه، محتاج يبقى في حد يحس ان قلبه عليه، محتاج الحنيه، محتاج الاحتواء، صح كده؟ محتاج، ايوه محتاج الاهتمام. اكيد برضو يا استاذ محمد، الست اكيد برضو محتاجه كله ده. نعم. الست برضو اكيد محتاجه الاهتمام، محتاجه الاحتواء طبعا، محتاجه الحب، محتاجه كلمه كويسه. لو عملت اكله، تسلم ايدك يا حبيبتي. لو كويت لك مثلا قميص او بنطلون، تسلم ايدك. لو قلت لك انا متضايقه وزعلانه، تعرف هي متضايقه من ايه وزعلانه من ايه. كلام حضرتك مظبوط. فهي العمليه كده، لازم يبقى في نوع من الاهتمام من الطرفين. تمام. لازم نتكلم من حته الايه، ان الزوج لازم المشاركه يعني في كل حاجه. لازم يعني ايه، الزوجه تهتم بيه شويه. لازم المشاركه في كل حاجه. شكرا حاجه يا استاذ محمد، شرفتني ونورتني في الحياه كفاح النهارده بمداخلتك. استاذ محمد اتكلم صح، اتكلم من وجهه نظر الراجل اللي هو التعبان الشقيان المضغوط المطحون بره، عشان يوفر للست واولادها الاكل الشرب اللبس، اللي يعي يروح لدكتور يعرف يجيب العلاج، يعرف عنده مصاريف مدارس يعرف يسدها، عنده حاجات كتير قوي الراجل. بس الست عندها نفس الحاجات. يعني لو الراجل عايز نهتم بيه، يهتم بيه هو. لو عايز يسمع مني كلمه كويسه، يسمعها لي هو الاول. اكيد مش هيقول لي بحبك وانا اقول له روح بعيد عني. اكيد مش هيقول تسلم ايدك يا حبيبتي واقول له انت مالك. في قاعده بتقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، مضاد له في الاتجاه. دي قاعده. هتحبني؟ هحب؟ مستحيل. مستحيل هتعاملني كويس وتحتويني وتهتم بيا وانا ههملك.
الا بقى اكيد حالات شاذه. معانا مداخله؟ معانا استاذ رضا من الغربيه. السلام عليكم. ايوه يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مرحبا. مرحب بيك. كويس الحمد لله. كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. مرحبا. انا شغلت التليفون بس. اتفضل. انا بتكلم الست ليها حق برضه، الراجل ما ياخدش الحق كله لنفسه برضه. يعني لو كان راجل برضه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصى على النساء، النساء خير لكم في ثلاث مرات وفي خطبة الوداع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تاخدش انت تتجوز لوحده رفقا بالقوارير وترميها وتقول ده انا ادي ده بعيد ده مرد ده مش عارف ايه، او انت بتقول كلمه بيبقى على ضغط عصبي لرئيسها او عاملها في الشغل. لا، هي ما بتبصش للضغط او الشغل، هي بتدور اللي هو يعني اللي هي بتساعد جثه، هي مرأة بيت بتساعد جثه وجثه مش عاجبه كمان اللي هو مش عاجبها الشغل. طب انت افهم الفرق ما بينك وبين جثه، هو تشوف انت مصلحتها البيت في يوم واحد مش هتقدر تديره. المرأة ديت سيدة القوم، سيدة البيت، سيدة الكون كله. ربنا يبارك فيك. أو فيه بيت من والله أنا بشكرك على نظريتك وعلى تحيزك للنساء والله. أنا في الأزهر، أنا في الأزهر يا دكتورة، أنا في الأزهر، المرأة ديت هي الشعب، هو الكون، هو الدنيا كلها. صحيح. الشعب كله من غير مرأة، من غير ما تسواش حاجة، الدنيا دي كلها بس كده. يعني هي الأم وهي الأخت. هي الزوجة، هي الابنة، هي كل حاجة، هي عمتي، هي خالتي. التعامل عامل ربنا فيها، عامل ربنا فيها. صحيح. دي بنت ناس، هو انت خلاص انت مش بنت ناس؟ صحيح. هو اشتراها، هو اتجوزت اشتراها؟ هي حاجة مشروع بيشتريه ويبيع فيه؟ لا. مشروع مش مشروع، الراجل ما عندوش النهاردة تقوى في نفسه عشان يقول لك ايه ده زهقاني ده عملاني. انت ما تنهضش تمشي بيتك لوحدك في نفسك، انت مش عارف تمشي نفسك، هتمشي بيتك. صحيح. تفرق قهوه تلف بره شمال ويمين تروح الشغل، تجي من الشغل انت اتنفست شويه تطلع وتسيب الدنيا كلها وتمشي في الشارع. بس هو مفيش على فكره مفيش عموميه، يعني ممكن يبقى في تقصير برضه من الست، يعني ممكن يبقى فعلا الراجل اللي هي مش مقدره مثلا ظروفه فيه. لا بس مش عموما، يعني مفيش حاجه عموما. يا فندم احنا 10-1% لا، الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. الله يرحمه. كتير كتير الحاج كتير كتير وتعدى على الصوابع. احنا مش هنجيب الحاجه مخصوص ثابت عوم، احنا مش هنجيب البشر كله ونحطه ونعلق شمعتنا ونقول ده واحده وحشه، افرض واحده وحشه ولا 10 ولا 20 ما تمثلش الشعب كله. المراه ديت هي الدنيا كلها، المراه ديت لو مش هي والله 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 ما في حد عايش. كان حضر النبي صلى الله عليه وسلم كان اما سيدتنا سيده خديجه ماتت وهو مات بعدها بقد ايه؟ الله يرحمه. مفيش ما كملش شهرين فمات، فسموه عامل حزن. صحيح. سموه عامل حزن. المراه كل حاجه بس تتقل الراجل، اتقى الله يلقاها تحت، يلقاها قدام منه في كل حاجه حلوه. صحيح. هو بيبص بره ويبص شمال ويبص، انت قلتها كلمه، قلت الراجل يبقى عينه فارغه، اللي بيبص بره ويبص جوه، ايوه عينه فارغه تاني. والله العظيم انت ما بتقوليش حاجه وحشه، هو ده هي حاله من ضمن مش كل الرجاله، عشان الرجاله ما يزعلوش مننا، مش كل الرجاله، بس هي حاله من الحالات. لا حاله من الحالات، احنا ما بنقولش حاجه، احنا بنقول اللي بيبص. انت ما قلتش ما عممتيش. صحيح. يا دكتوره انت قد الدنيا كلها، انت ما عممتيش. انت بتقولي في ربنا يبارك في حضرتك رجاله. ما انت بتقولي في من بعد رجاله، لكن هو الواحد مننا ده، الواحد لو اتقى الله في مراته هيعيش من احسن العيشات. تمام. لكن هي افرض تعبت شويه، افرض مجاز حصل حاجه، افرض هي جت طبعا الدنيا يعني هي سيف الكون اللي هي اكل شرب مطبخ غسيل لبس كل حاجه، الله يكون في عونها بصراحه. لو عاوز ذات مرضك، لو عاوز اي حاجه بتجيبها له سوبر ماركت، عاوز وعاوز، هو ما يعرفش يجيب لنفسه، عاوز تلبسه الشراب. اي تمام. انا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا. احنا رحنا كده قلنا من اسباب الانفصال الزوجي السوشيال ميديا، الزوج قاعد والزوجه قاعده، كل واحد ماسك تليفونه، هو شير صوره مثلا لنفسه، فالناس بقى داخله منور الكون كله، منور الدنيا كلها، ممكن يبقى الاغلبيه ستات
ف ممكن تبقى مراته ما تقولوش الكلام ده. بعد كده الزوجه بقى شارت مثلا بوست او برضو صوره لنفسها، يا قمر يا مش عارف يعني. فممكن ما تسمحش من جوزها الكلام ده. فاحنا عايزين نكلم بعض، نتفاهم مع بعض، اللي ناقص فيا يقول لي عليه، اللي ناقص فيه اقول له عليه، مش عايزين نوصل للانفصال الزوجي. للاسف وقت حلقتنا خلص. انا استمتعت جدا النهارده بيكم الساده المشاهدين عامه، وبالمداخلات اللي جات لي. بشكر كل الساده المشاهدين، وبعتذر للمكالمات اللي ما قدرناش نرد عليها علشان وقت الحلقه. وبشكركم جدا على حسن المتابعه، على وعد باللقاء في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الحياه كفاح. سلام عليكم.